لك الهدية لمين؟ ما قال لي لا لمين ولا حتى بكم شراها، وأنا موضوع الهدية بكبره مو داخل راسي أصلاً. ليش مو داخل راسك؟ محمد كريم ويحب يجامل، أنت أحسن الظن. يجامل بس مو يجامل براتبه كله. طيب أنت كم تتوقع دفع فيها؟ ما أدري ما حسبت، بس هو راتبه 1800، يعطيني بالشهر 800 عشان إيجار السكن. طيب هالشهر ما عطاني إلا 600، احسبوها عاد، وين راحت باقي فلوس؟ باقي معاه 1200. طيب 1200 واحنا مستلمين الراتب من اسبوعين. 10 أيام. اها يعني اقل من اسبوعين. شوفي يعني بعد اسبوع من استلم الراتب على طول فلس، ما بقى معاه شيء وجاي ياخذ مني فلوس. يعني لنفرض انه فعلا شرى هدية براتبه وصرفه الطبيعي المعتاد العادي. طيب على الاقل هو اذا هو مثل كل شهر اخر شهر بالعاده يبقى معاه ابو 40 دولار، يعني حتى لما يفلس ما يكون مره على الحديده، يبقى معاه شوي. هالمره ما في، من اول 10 ايام خلاص الولد منتهي ما معاه ولا دولار واحد، مو معقول. انت ما سويت عليها الهديه، خلي يشتري هديه. انت قاعده تحسبين وتزيدين وتنقصين، ترى الشباب اللي بعمره يحبون يفوشرون. والله انا ما عندي مشكله، والله يا ليت يكون شراله شيء غالي او اللي يبغى، بس ابي اعرف الفلوس هذه وين راحت. عليا ساره معها حق، يعني ولد لسه صغير، يعني لازم ننتبه عليه صراحه، ما ينفع كذا. وهذا اللي انا قاعده احاتيه، انا ومحمد شخصياتنا ما تتشابه الا في شيء واحد، حب المغامره. احنا نحب نغامر، ومحمد اساسا حتى امي عارفه نظامه وكانت دائما حاطه عينها عليه ودائما تنتبه له ودائما تاخذ بالها منه، بس هو هنا معاي خلاص صار ياخذ راحته. مغامره؟ العيله كلها تحب المغامره. طيب لا يكون الولد بيشرب؟ لا لا ما اظن، يعني دائما اكلمه كذا فجاه، كلمني طبيعي صاحي، حتى لما اقول له تعال ولا احتاجه في شيء على طول يجيني عادي. طيب ايش في غير الشراب؟ بلكن حشيش ولا حاجة؟ حشيش؟ لا الحشيش له ريحة، وأنا عمري ما شميت فيه ريحة حشيش ولا ريحة دخان. بس تتوقعون ممكن يتعاطى حبوب هلوسة مثلا؟ والله أنتوا اللي هلوسوا من هالأفكار، أحسن الظن في الولد، أنتوا شفتوا عليه شيء؟ أنا شفت إنه فلس، ما بقى معه دولار واحد من أول أسبوع. طيب تعالوا لحظة، يعني نفرض انه هو يتعاطى شيء ثاني غير الهلوسه، وحتى لو هلوسه تتوقعون ممكن يدمن في اسبوعين بس؟ ما اتوقع، يعني حسب الجرعه وحسب ال... لا 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 ما اظن. خلص انا هالويكند والله ما خليه يطلع، والله راح احبسه، واذا بغى يطلع الله لا يهينه رجلي على رجله وبشوف شو بيخبي. هالويكند عيد ميلاد رغد، نسيتوا؟ حلفي وساكته بعد؟ يا شيخ الحمد لله هم ونزاح. والله العظيم وش فيك كذا تقولين هم ونزاح؟ والله صراحة مرة راح عن بالي، مسكين محمد قعدنا ظلمناه. تدرين عليا والله العظيم ودي أصفق فيك لين تعضين الأرض. الحين سامعتنا من الصبح واحنا قاعدين نتكلم عن هديه وهديه عيد ميلاد، ومحمد شاري له هديه بعيد ميلاد وغاليه، ويمكن يكون ادمن ويمكن يكون محشش، وساكته كان ذكرتينا بعيد ميلاد رغد. طيب ايش فيها؟ ما ادري ايش اللي فيها. ايه ها وصلت المعلومه ولا لسه للحين؟ يا اختي ما جت على بالي. طيب واذا شاري هديه لرغد ليش يخبي؟ ما ادري، يمكن خايف اني هزأ ولا افشله قدامها، ما ادري عنه. شفتي انه كلامي طلع صحيح؟ انكم ظالمين الولد؟ اقول انت انتبري ولا كلمه على هاللي صار الحين، ودي اقوم اتوطى بطنك. اسكتي خلاص.
ثانية متعبة متعبة متعبة. I'm sorry I couldn't make it last Saturday. I hope you got my Please, note. Please, don't talk to me anymore. And stop following me. I'm engaged to be married. Show some respect. فنات اللي بتوقف معه وتكلمه لا هي صديقته ولا بيعرفها. أنا ما قهرني إلا كلمة مخطوبة وراح أتزوج. أحسن عشان نخلص من هالموضوع السخيف. بكل وقاحة جاي يقول لي هاي ويبي يسولف. أنت صادق يا سلمى. طلع إنسان جدا سيء وبس يبي يتسلى. حبيبتي أنا ما قلت كذا. إلا. أنت قلتي إنه بس يبي يطيح بنت ساذجة. ما عندها تجارب وهبلة وغبية. حبيبتي أنا قلت احتمال ومتأكدة إني ما قلت لك غبية وخبلة عشانك أنت ما عندك تجارب. سلمى لا تزيني الحقيقة. أنت شايفتني شايفة كيف لبسي. إيش اللي عاجبه فيني؟ شخصيتي؟ ليش هو يعرفني عشان يعجب شخصيتي؟ أنت شايفة البنات هنا في أمريكا كيف يلبسون؟ أنا مالي معالم. الواحد لو شافني مرة ولا ألف ما يتذكرني. طب حبيبتي البنات عندي، تعالي لو تقدري. لا أنا أبغى أطلع عند أمي خلاص. طيب أوكي. علي غريبة. ليش غريبة؟ بالعكس زينة تسوي فيه. بس أنا ما قهرني فيها إلا شيء واحد يوم قالت أنا بتزوج خلته يفقد الأمل. أنا ما أتكلم على جيسون على قولتك يستاهل. أنا بتكلم عن على سنسير. ما أتكلم على شكلها. آه معذورة معذورة. شوفي هي منقبة مع أن يعني قليل تشوفي منقبات بأمريكا بس في هذا أنا ولا محجبة ومع ذلك ما أسلم لكلامهم. شوفي اللي يجينا ويستعبط ولا تجينا وتستهبل واللي يسألون عن الحجاب والحركات الاستهبال هذه يسوون روحهم طيبين. بس أنا ما يقهرني إلا اللي تجيك وتقول إحنا بالسعودية زينتي وجمالي بس زوجي شيخة. طيب ما هو هذا اللي تعلمنا عليه. شو تعلمنا عليه؟ لا حبيبتي مو هذا اللي تعلمنا عليه. شفتي هالبنات؟ هم نفسهم اللي يدعون الفضيلة اللي تجيك وتنزل صورها بالإنستغرام والفيسبوك لألف شخص يشوفها واللي مطلع يدينها واللي مطلع شعرها ويا أما الشعر يا أما الوجه ولا اللي مطلع حتى رجولها. يعني السالفة مو سالفة دين. السالفة بس عشان ما تنعرف. السالفة سالفة خوف عادات وتقاليد مو دين مو خوف من الله. بس مو كل متحجبات كده. من جد في متحجبات يؤمنوا إنه جمالهم لمحرمهم ورجالهم. ما عندي مشكلة، أوكي، بس لا يقولون إحنا السعوديات، حبيبتي كل واحدة تتكلم عن نفسها. أنا سعودية وجمالي النفسي، سواء تزوجت أو ما تزوجت. أنتِ إنسانة غريبة، أصلاً ماني عارفة أنتِ ليه متحجبة. من بعد، شو أسوي؟ حكم قرقوش، لو ما كنت محجبة ما كان جيت البعثة. وبعدين يعني مثل ما أنتِ شايفة، حجابي ميد إن تايوان. مو ذاك الحجاب الاوفر ومو قاعد يعني يحكمني في تصرفاتي. عايشه حياتي. وانت احد يقدر يحكم في تصرفاتك؟ بس عليا مو زيك. سمعتي ذاك اليوم لما قالت انه هي واحده ما عندها معالم؟ ولا ذاك اليوم لما ايش قاعده تقول؟ ضمن هي ضمن مجموعه من الناس نفس الشكل والشخصيه. بسلامتها هذا احساسها. مو هذا هو الغريب. بدينا في تحليلاتك النفسية. يلا حبيبتي كملي. لو هذا من جد تحليل على نفسها ليش ما تغير نفسها؟ كيف يعني تغير نفسها؟ تبغين تغير شكلها؟ لو هذا إحساسها في نفسها واحدة ما عندها هوية ولا معالم ليش ما تغير في نفسها؟ والله عاد شوفي سالفة إنها تغير من نفسها هذه صعبة لأن الطبع يغلب على التطبع. ما راح تقدر تتغير إلا إذا بتشيل نقابها مثلا. بس إيوة تشيله تعرف الناس على هويتها شكلها وجهها.
وجهها هويتها؟ جوازك مو في وجهك؟ هذه هي الهوية، والنقاب مو دين، هذا اجتهاد من ناس متشددين. شوفي سلمى، حافظ القرآن كامل على عيني وراسي، بس لا تقدرين تطلعين لي فتاوي من راسك انتي وراسك. فتاوي؟ والله انك متخلفة. هذه هي المشكلة، اي شيء يتقال نصدقه. المفروض الواحد يتعب ويدور على الحقيقة، وبعدين النقاب مختلف عليه من كم سنة. انتي تتوقعين ان الموضوع راجع للدين بس؟ لا حبيبتي، عليا تنتمي الى منطقة، مو منطقة، قرية من قرى الرياض، وابوها تقول انه كثير متفتح مقارنة بالناس الموجودين. وشوفي هي وشلون، يعني زين منها اللي طلعت كذا. انا محجبة وشوفي كيف وضعي، وانا من سكان الخبر، فما بالك بعليا واهل عليا. يا شيخة كثر خير الدنيا اللي طلعت كذا. ها، يعني التقاليد تغلب على الدين وكمان تغير احكامه؟ يس، هذا هو الواقع، شئتي ام ابيتي. اقول لك شيء، اخوي خالد المتشدد اللي ماسكنا من هنا لا يصلي ولا عرف طريق المسجد، واشك اذا كان يصوم ولا لا، طبعا ما احط في ذمتي، ومع ذلك ما يرضى انه انا اطلع كشفة وجهي او غطا خفيف او مطلع شعري. ليه حبيبتي؟ خايف علي من النار؟ لا، السالفة كلها يخاف من الناس وكلام الناس، عادات وتقاليد، عشان ربعه ما يشوفون اخته وهي كاشفة، يعني مو دين ولا جنة ولا نار. ايوه بس عليا مو زيك، تبغى تكون هي وحدة ما تقعد تسوي اشياء بالسر من ورا اهلها ومن ورا الناس. هي هذه مشكلة عليا، انها دائما تدعي المثالية، هي لو تترك مثاليتها عنها بس وتعيش حياتها تمارس حياتها بالسر، والله بتستانس اكثر. هذا حلك، بالعكس هي لو خبت حتتضايق وتصير انسانه ثانيه. بعد اذا طاعك الزمان ولا طيعه، شو تسوي يعني؟ تتمرد. عليا تتمرد؟ جاده؟ ايوه جاده، يعني واحده زي عليا بسلامه تفكيرها وقوه شخصيتها لو سوت ايش ما سوت مستحيل احد يمسك عليها غلطه. مو زيك ما تتمردي الا بالغلط. انت وبعدين معك ليش دائما مصره تقارني بيني وبين عليا؟ ايش تبي مني بالضبط؟ وبعدين ايه يا اختي، انا شاريه دماغي واحب اسوي كل شيء بهدوء وبالسر، ولا من شاف ولا من دري، انا كذا مرتاحه. اما عليا ما اظنها من النوع اللي يتمرد، لانها من الناس اللي ما تحب تزعل احد، خصوصا امها وابوها، بابا وماما. عليا مو راضيه عن نفسها، ما اعرف كيف ابوها وامها ما هم شايفين هذا الشيء. هي لما جت هنا بدأت تجيها الأحاسيس، بس بعد علاقتها بجيسون زاد الموضوع شوي عن حده. أنا أقول شيل النقاب، حتغير مرة كثير. عليا مستحيل تشيل النقاب، شيل هالفكرة من راسك. بعدين أنت تقولين النقاب مختلف عليه، يعني في ناس تأيد في ناس تعارض. طيب يمكن تكون عليا من الناس اللي تؤمن بوجوب تغطية الوجه. يجوز، ممكن هي من جد تؤمن بهذه الأشياء، بس لو تؤمن بهذه الأشياء ما تقعد دائما تقول لي شكلي، وجهي، لبسي. سوري تأخرت عليك. لا اتس اوكي، ما حسيت بالوقت، انا احب اجي هالبارك، اقعد اتأمل. وش تتأملين؟ كل شيء، الشجر، الطيور، الغيوم، حتى الناس ووجيههم. تدرين؟ انا كنت العب لعبة. وش اللعبة؟ كنت دايم اذا اكون انتظر احد او شيء، يعني سواء في محطة قطار أو غرفة انتظار في المستشفى، كنت أطالع في الناس وأخمن أسماءهم وأعمارهم، إذا هم متزوجين، إذا عندهم عيال، وأخمن بعد وش يشتغلون. وكيف تتأكد إذا تخمينك طلع صح ولا لا؟ ما أتأكد، بس أضيع وقت.
بس خلاص بطلت. وليه؟ عليا مشكلتها لا هي بنقاب ولا بحجاب، افهميني. عليا من يوم جت لامريكا انقلبت موازينها فوق تحت، كلنا شيء طبيعي كلنا انقلبت موازيننا، بس هي غير. هي لما كانت بالسعوديه كانت متفوقه، كانت التعليم عندها شيء، كانت الاولى على منطقه الرياض. انت مستوعبه الموضوع؟ لما جت هنا لا، ما صارت هي الاحسن. عليا يوم كانت هناك كانت مدلله، مدلعه امها وابوها. أسألك بالله، سمعتيها مرة تتكلم عن صاحبة لها في الرياض، صديقة لها، زميلة؟ مدللة هي لحالها، أمها وأبوها مو مخلين عليها قاصر أبداً. أمها كانت تجنبها الحياة كلها، تجنبها المشاكل، تجنبها الاحتكاك بالبشر، تجنبها كل شيء، وكانت تخلص لها أمورها كلها. بأمريكا اختلف الوضع، صارت هي اللي تخلص حاجات أمها، وهي اللي تشتري للبيت، وهي اللي تدفع الفواتير، وهي اللي تدفع الإيجار. حست باستقلاليتها، رجعت مرة ثانية تتفوق، رجعت مرة ثانية علاماتها ترتفع، رجعت مرة ثانية عالية الأولانية. وشفتيها الحين صوتها شلون صار يعلى بالكلاس؟ وين أول ما شفناها، أول ما جت ما كان لها حس ولا ينسمع لها صوت، الحين لا، تأخذ وتعطي وتناقش وتجاوب وتسأل. يعني شو أقول لك؟ بس تدرين؟ ما رجعها عليا الأولانية وطير النوم من عينها وقلب موازينها من جديد وصارت أحسن إلا شيء واحد. شو شطورة؟ هيا سمعينا، أنت اليوم عليك التحليل. يعني شكلها لما تطلع لبسها، على فكرة هي لما كانت تنتقد أو تتضايق وتتكلم عن شكلها ما تتكلم عن ملابسها وجسمها، ما كانت تقصد هالموضوع. هي كانت تتكلم عن انتقاد الناس لها. حست بتغيير. هي بالسعودية الكل كان يمدح حشمتها، الكل كان يحبها، الكل كان يحترمها على هالموضوع. جت هنا شافت العكس، مو بالكلام، ما حد كان يتكلم معها، بس بالنظرات. منقبة، لابسة بالطو، طالعة وجاية بهالشكل. فحست بهالشعور عارفة، وصارت دايما تضايق منه وتشتكي، شكلي 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 شكلي. إلا شخص واحد بس هو اللي عطاها اللي هي تبيه. مين؟ جيسون؟ بالضبط، جيسون هو اللي عطاها الإحساس هذا اللي تبيه. أمريكي، معيد في الجامعة، مثقف، متعلم، ترك الشقر والعيون الخضر والحلو والزين والدلال، وتركنا أنا وأنتي وراح لاهي. حست إنها لا، استرجعت عليا الأولانية، ثقتها بنفسها وحبها لشكلها. ما صارت تهتم بكلام أحد ولا صارت تهتم بنظرات العالم، صار كل اللي يهمها إن جيسون معها. صارت تحس بتفوق، تفوقت على نفسها وعلى الغير. وفجأة شاك الأخ جيسون وسحب البساط من تحتها. واو، أنت اليوم مية مية، أول مرة تتكلمي من جد، كلام معقول ما في مزح. بس أنا ما حسيت لما قاعدة تتكلم عن مشاعرها وأحاسيسها إنه هي قصتها كذا. هي ما قالت حسيت بكياني، هي كانت فاقدة شيء ولقيتها عن جيسون. ولاحظي إنها يمكن ما تكون عارفة بهالحقيقة. أنا قاعدة أحلل لك العقل اللاواعي للعليا واللي خلاها تتعلق بجيسون، طبعا بالإضافة لأسباب ثانية واللي تخقق كل بنت. مز حلو، وسيم، دم خفيف، معيد في جامعة، يهبل يتجنن، وفوق هذا كله يجيب لها ورد. وش تبين بعد أكثر؟ أنا بصراحة مليت من الفلسفة والعقل، أنا متعودة دائما أكون شوي رجع، بس كنت أتفلسف شوي قبل ما تبدين بالخطب والمحاضرات حقتك. إيش رأيك فيني؟ محمد، أنت قاعد تلف وتدور ولحد الآن ما قلت لي ليش بطلت تلعب اللعبة. مرة من المرات حاولت أتأكد من تخميناتي إذا صح أو لا، وطلعت كل أبوها خطف خطف. وكيف حاولت تتأكد؟ كنت في مول وكان في واحد أشوفه جاي من بيت، عاد أنا خمنت اسمه عبد العزيز ومتزوج وعنده 3 عيال وموظف في أرامكو، وما سكت معي غلط إلا بروح أتأكد معلوماتي صح أو لا. مريت من جنبه وقربت منه، قلت له عبد العزيز؟ قال لي لا أحمد. قلت له متزوج صح؟ قال لي لا. قلت له عندك 3 عيال؟
قال لي ماني متزوج. قلت له اكيد في الاخير تشتغل في ارامكو. قال لي لا مدرس. يا حليلك يا محمد، والله احسن لك كان لو ما سالت. المهم الحين قل لي ليش قلت بتقابلني؟ لا يكون عطلتك بس. That's okay. بكره السبت وما عندي شيء. بس مو من عوايدك انه انت اللي تطلب تقابلني. انا ادري انه بكره، بس حبيت اكون اول واحد يهنيك بعيد ميلادك. وان شاء الله اكون اول واحد. لا تطمن، انت اول واحد. وانت طيب. تفضل. ما كان له داعي هديه، ترى كرت كان كفايه. ليش ما له داعي؟ ولو انه مو من مقامك. لا انا متاكده انها بتعجبني. لا 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 تشوفينها، خليها بعد مره. ليه؟ يعني انحرج. لي انت كاتب داخل شيء محرج؟ ما كنت ادري انك تالف شعر وتغني بعد، وصوتك حلو، بس ما غنيت لي الا مره واحده، وكل ما اقول لك غني لي ما ترضى. مو حكايه ما ارضى، بس صوتي بالتليفون ما يطلع حلو. ليه؟ انت غنيت لي واحده بالتليفون قالت لك صوتك مو حلو؟ لا، بس انا ما اغني بالتليفون الا لامي. ومتى اخر مره غنيت لها؟ كل ما اكلمها بالتليفون اغني لها. اول ما تقول الو على طول اغني لها. وايش غنيت لها اخر مره؟ امي تحب القديم. غنيت لها اغنيه قديمه لام كلثوم اسمها بعيد عنك. تعرفينها؟ اكيد اعرفها. طيب يلا قولي اول بيت فيها. ايش يعني مو مصدقني؟ لا بس اتاكد. بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك. ولا في أغنية ثانية لست أم كلثوم بنفس الاسم؟ لا والله هي نفسها، بس غريبة توقعتك ما تسمعين عربي، عبالي تسمعين أجنبي وبس. لا أسمع عربي وأسمع أجنبي كمان. طيب تعرفين الأغنية اللي غنيتها في السيارة ذيك المرة؟ في أحد ما يعرف قارئة الفنجان للعندليب عبد الحليم؟ كنت خايف أنك تكوني أول مرة تسمعينها. وإذا أول مرة أسمعها؟ أنت غنيتها حلو. إيه بس تفرق لما تسمعين أغنية أول مرة، ما تحسين بكلماتها مثل لما تسمعينها كل شوي. لا حسيت. والأغنية تذكرك فيني؟ لا أنت اللي تذكريني بالأغنية، أنا ما أحتاج أغنية عشان أتذكرك. طيب إيش رأيك تغني لي إياها؟ في حياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها انغام. والله نسيت وش هي. شفيت يا يمه؟ من جيتي دخلتي غرفتك ولا طلعتي منها خير؟ ما في شيء يمه، بس تعبانة شوي. بسم الله عليك. زين تغديتي؟ هي أكلت مع البنات. يا يمه إذا ضايقن صدرك صلي لك ركعتين، كود الله يمسح على قلبك. إن شاء الله يمه. حبيبتي أنا بعد بروح أريح شوي. زين يمه. يا شيخة أنا مرة قاتلني الفضول، نفسي بس أفهم إيش سالفة جيسون. إيش رأيك نروح نسأله؟ أنت ما سمعتي إيش قال؟ ما سمعت عدل، كل ما بغى يتكلم سكتت. هو قال شيء بس هي زي ما قلتي سكتته. زي ما تقولي أخذتي رقمي شيء، ما أعرف شيء زي كذا. شنو؟ قولي لي ايش قال بالضبط بالانجليزي.
قال شيء زي ما معناته did you get my number يعني. وهي شلون تحصل رقمه؟ انت متاكده؟ انا متاكده مليون في المية انه اول مقطع الجملة صح، بس الان هذه ماني عارفه، هي كلمة تبدا بالان بس ماني متاكده. بس متى اعطاها رقمه؟ تهجين حطه في الريسبشن وقال لهم عطوه عليا؟ او لحظه ليكون دعسها من تحت الباب، تحت باب شقتها، بس تدرين لو كان مسوي هالحركة أمها شافت الرقم. طب وش عرفه بشقتها هو؟ طبيعي أنتي نسيتي هذاك اليوم لما أرسل لها ورد وسوت لنا مناحة ومصيبة ويا ويلي وعرف بيتنا وخزيها و... صح كلامك. طيب بلكن كتبوا على باب البيت عشان يضمن إنها تشوف الرقم. شو اللي كتب على باب البيت؟ ش قالوا لك شقتها دورة مياه محطة على طريق الشرقية؟ تعالي انتم كذا يرقمون عندكم في جدة؟ لا فكرة وجات في بالي، فكرة عدل لو سمحتي. يعني خلاص متأكدين انه هو قال كلمة نمبر؟ لا 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 لا، اكيد في كلمة تانية تبدأ بحرف الان لازم تركب مع الجملة اللي هو قالها. فكري معايا ايش ممكن كلمة تبدأ بحرف الان؟ Did you get my did you get my nan nan nan. ايش رايك نروح نجيب القاموس؟ افتح الجوال سوي جوجل ويبستر. Did you get my did you get my. يا شيخة ما في كلمة غير نمبر تمشي مع الجملة. أنا أقول لك هو أكيد أدى لها رقمه وهي عشان كده سكتته عشان ما تبغى يقول. تحقين؟ وليش ما كلمتها على الأقل تستفهم منه بدل ما هي قعدت لي مكتئبة على السرير يوم ونص؟ طيب خليها على الأقل تكلمه، أو ممكن ترسل مسج مثلا. ممكن بعثت له مسج بعد ما خرجت من الاكتئاب اللي كانت فيه. بلكن ما تبغى تقول لنا عشان دائما تقول لنا لا تفتحوا الموضوع فاستحت. هذا التحليل المنطقي الوحيد. طيب يمكن هو قال لها اعطيني رقمك، ما قال لها جاك رقمي. لا ما اظن، انا متاكده مليون في الميه ان الجمله صح. المشكله في كلمه نمبر الان هذا، فين اصرفه؟ لما واحد يوعدك يتخلف عن موعده، ما يقدر يجي او يبغى يعتذر او يبغى يوصل لك اي شيء يبغاه، شيء طبيعي بيكتب لك رساله وبيرسلها، هذا هو التفسير الوحيد المنطقي. طيب لو رسلها فينها؟ رجعنا لنفس النقطه، الرساله فين؟ ولو هي قريتها ولا لسه؟ عادي نروح نسال عليها. نسالها كذا بصراحه يا جيسون فين النوت حقته؟ لا حبيبتي تقعد تتنطنط لي وتتهزهز لي كالعاده ولا تفتحوا موضوع ولا تجيبوا سيرته كل مره. لا 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 بلاش. شوفي سالفه انها قرت الرساله وراحت وقامت تعصب على الرجال بالشارع وتصرخ عليه بدون سبب، هذا احتمال ضعيف الا اذا كان سابها بالرساله، يعني كاتب لك كلام معدل شيء من هالقبيل وارسل لك يعتذر. بس ولو يعني ليش تهزئينه؟ ما اظن، انا اقول امه اخذت الرساله وكتمت على الموضوع.
انتي وبعدين معك حاطه دوبك ودوب امها وهي ليش بتخشها؟ انتي عارفه ام عليا ما تعرف انجليزي ولو بتاخذ الرساله وبتشوفها بالانجليزي بتعطيها عليا على طول. طيب هو مو قاعد يتعلم عربي عشانها؟ ممكن كتب الرسالة بالعربي وحطها تحت الباب والأم لقيت الرسالة وخبت الموضوع عن عليا. عبقرية، يعجبني ذكائك. هو الكتب اللي قاعد يقراها كلها بالإنجليزي، حتى الكلمات العربية مكتوبة بحروف إنجليزية. وممكن جاب كتاب تاني. ويا سلام، هو بيقعد سنة يتعلم لغة عربية عشان يكتب نوت قصير. هو تصرفات الرومانسية زيادة عن اللزوم. ممكن قال يكتبها بالعربي عشان تسامحه. انتي لازلتي على افكارك السخيفة؟ انا قعدت سنة كاملة في اولى ابتدائي اتعلم الف باء تاء ثاء والحروف الابجدية. تبغين هو بعد هالعمر في يوم واحد يتعلم لك اللغة العربية كاملة؟ صح يا انتي؟ اي صح يا انا. طيب افرض يقطع الكلمات من ما ادري مجلة عربية وحطها في الرسالة. قاعد يكتب رسالة تهديد هو. إيش فيك يا ماما؟ خلي تفكيرك منطقي، خليك منطقية شوي. صدق هبلة. شوفي، هو ما في غير حلين. الحل الأول إنه الأم رقت الرسالة وقالت تخبيها من بنت عشان ما عجبها كلامه. الحل الثاني إنه عليا قريت الرسالة وبرضه ما عجبها الكلام وغسلت يدها من الرجال. ما في حل ثالث. لا، في حل ثالث يا واثقة، إنه في رسالة فعلاً وما في أحد قراها. طيب فينها؟ يمكن تكون أمها شافتها ولأنها ما تعرف تقرأ إنجليزي قامت خذتها وحطتها على الرف أو أي مكان أو حتى على الثلاجة، مو مشكلة. مستحيل، ما تعرفي أم عليا؟ أصلاً من يوم ما تشوف البريد لازم تقعد تعرف إيش هو بالضبط. ما شفتي ذاك اليوم قعدتني أقرأ له حرف حرف؟ البريد، صندوق البريد، شلون راحت عن بالنا هالفكرة؟ ما أعرف كيف راحت عن بالنا. التناحة اللي إحنا فيها مستحيلة. نعم؟ لا حبيبتي، ما في تناحة، أنت اللي أثرتي علي بأفكارك الغبية. قال إيش؟ كاتب رقم على باب شقتها، وإيش الثانية؟ كاتب رسالة بحروف مقصقصة من مجلة. ولا أنت عارفتني، أنا طول عمري مخي نظيف وأفكاري كلها منطقية. طيب طيب يا أبو مخ نظيف، المهم ما في غير الحين احتمال إنه البنت لقت الرسالة وما تبغى تقول. لا، هذا الاحتمال انسيه تماما. عليا شوف رسالة مثل هذه وتسكت وما تقول؟ مستحيل، أصلا حتى لو ما قالت يبين في عيونها. يصير أمها لقت الرسالة واخذتها وخبتها عشان ما تبغى تقول كمان. وانت ايش فيك حاطه دوبك ودوب امها؟ المهم امها لا خبت رساله ولا غيرها، وبدل ما نقعد الحين نحلل على كيفنا، قومي خلينا نروح البريد نشيكه. يلا قومي. اكيد لازم مفتاح. ادري انه لازم مفتاح، نروح ناخذه من عند عليا. قومي. وايش حتقولي لها؟ اعطيني مفتاح البريد حقك؟ لا طبعا. ايش؟ حتجيبي سيره جيسون ونوت؟ لا طبعا، بروح لها وبسلم عليها وبسألها علاوي حبيبتي كيف حالك؟ كيف مزاجك اليوم؟ انتي تمام؟ علاوي ترى انا بروح اشيك على بريدي، اذا انتي مشغولة انتي ترى انا اقدر اروح واشيك بريدك اذا تبغين، يعني من هالحكي ما بتقول لا، اعرفها. اكيد سمعت الرجال وهي قاعدة تفكر وتحلل، واكيد يعني هذا لو اصلا ما شيكت البريد ايش بتقولي يا مرة؟ اكيد حتشك فيكي. يما لا، خليها تشك فيني، خايفة منها انا؟ بعدين شوفي، ترى انت طفشتيني بكثرة اسئلتك واحتمالاتك وافكارك هذه الغبية. قومي يلا معاي. ماني رايحة، روحي انت بعدين تعالي لي. جبانة، جبانة مع مرتبة الشرف.
ترى ما كان داعي توصلني البيت. ليه؟ مش دعوة؟ أنت بنت ولحالك وبالليل، ما يصير. يعني هو الوقت مو مرة متأخر، بس هنا الشمس تغرب بسرعة، وبعدين أنا ما حسيت بالوقت. إيه؟ الأوقات الحلوة تروح بسرعة. زين، لا تنسى أول ما ترجع البيت ترسل لي الهوم ورك حقك عشان أشوف سويت التصليحات اللي قلت لك عليها ولا لا. لا ترسلها قبل ما أشوفها. إن شاء الله. وترى هالمرة سويت كل شيء قلتي عليه بحذافيره بعد. مرة كويس، لأنه إذا كان في تصليحات محتاجها يمديك يعني تسويها وتضبطها قبل يوم الاثنين. وش تسوية وتضبيط؟ احنا كل شوي نصلح احنا. يعني لين ما ترضى عنه. أنا بالنسبة لي راضي عنه، لكن أنت ما يرضيك أي شيء. يا محمد شوف، عشان تفلح في الجامعة وتعدي هنا بأمريكا لازم تكون عندك الكتابة هي التوب، أهم شيء. طيب والحوار والكلام؟ يعني مو مثل الكتابة مهمة، يعني إذا أنت قاعد في الكلاس روم ساكت ما قاعد تتكلم ما رح يأثر عليك كثرة درجاتك لما تأخذها وأنت تكتب. بالنسبة لي ما أحب أتكلم، أرتبك كثير. معلش، بكرة تتعود.